من فترة 30 سنة هذه منطقة كانت يعني منطقة زراعية فقط، والليطاني نهر طبيعي بينبع من بعلبك بمر ببحر ببركة الأرعون وبصب البحر، يعني مي كلها خيرات بتروح على البحر، مغذي البحر المتوسط. بعد الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة، واللي كان هو فعلا انه هذا النهر هو هدف إسرائيلي، اجتياح لبنان لتستثمر مياهه وتسحبه على فلسطين وتغذي أراضيها هناك. المهم انه إسرائيل انهزمته، وهذه حكايتها طويلة بلاها، انه بقيت هذا المي بعدها لأهلها. فطلعت بفكرة، أنا فكرة شخصية منفردي، يعني انه هذا النهر مفروض نعمل عليه إنشاءات حيوية، يعني هاد الناس يعني تيجي تقصده تشم الهواء، هالولاد طبيعة الأطفال بحاجة من جد تتسبح وتشوف هذه الطبيعة، هي الطبيعة الطبيعية من عند رب العالمين، هي الطبيعة الحلوة. إلى أن صار في مشاريع تشجعت هذه الناس، وانفتح طرقات وتدت الكهرباء، وابتدأت هالمشاريع. عندك حوالي 100-150 مشروع سياحي صار على الليطاني، علما كانش في ولا مشروع نهائيا. وأنا بشتغل هون فلاح، خيام الخضرة وشجر الموز وشجر البرتقال وهالزهر هذا، رح نصارين على حد النهر الليطاني. وكتير مهم الليطاني انه يمشي من هون جبنا، اول شيء ليعطينا المي ويعطينا الصفاوة والنقاوة، وهو عم نستفيد منه لهالخيرات هاي الموجودة هون بالاراضي هاي.